وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من سار على نهجه واتبع هداه، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. محاضرة الثامنة في شرح نظم البيقونية. وصلنا إلى الحديث المعلل. قال الناظم: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. حديث المعلل هو الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته. هو الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر الخلو منها، الظاهر الخلو منها. هذا الحديث المعلل له أجناس، 10 أجناس من العلل. الطريق إلى معرفة العلل، علة الحديث، لا يعرف إلا بجمع طرق الحديث، لا يعرف إلا بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم بعد ذلك الحكم على الرواية المعلولة. يبقى لا نستطيع للوصول إلى الحكم على هذا الحديث بأنه حديث معلول إلا إذا جمعنا طرق الحديث ونظرنا في اختلاف الرواة، ثم وضعنا علم الجرح والتعديل في على الرواة والموازنة في ضبطهم وإتقانهم، ثم بعد ذلك نحكم على الرواية المعلولة، نحكم على الرواية المعلولة. مثاله حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار. قد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، إنما هو لما جمعوا من الطرق لم يجدوا عمرو بن دينار، إنما وجدوا مين؟ عبد الله بن دينار، فهو معلل بالغلط، مع إن المتن إيه؟ صحيح، المتن صحيح، لكن الرواة حصل فيه إيه؟ وهم. مثال الثاني: روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن أو يطلع عليكم الآن رجل، يطلع عليكم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، بتقطر ماء، قد تعلق نعليه بيده الشمال، يعني يمسك نعليه بيده اليسرى، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، نفس الكلام: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل بنفس الهيئة وهو بيقطر لحيته من الماء وماسك نعله بشماله. قال: فطلع اليوم الثالث، فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى والثانية، فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فقال: إني لاحيت، حصلت خصومة فيما بيني وبين أبي، إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. وهذا عند العرب كرم الضيافة ثلاثة أيام، ينزل عنده 3 أيام. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا أبدا، الرجل نايم طول الليل، غير أنه إذا تعارى من الليل، يعني تقلف في فراشه، حصل له ألأ وهو نايم، ذكر الله وكبر. وفي الحديث طبعا من تعارى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي، غفر الله له. والأحسن من ذلك من تعار بقى وجاء
جاله القلق يقوم يتوضأ ويصلي، فذلك أفضل. كل شيء يطلبه من الله يحققه الله له، هكذا قال في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أنه لم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. ما يتكلم أبدا إلا بالخير، ما يقولش أي كلام سوء أبدا. فلما مضى 3 ليال وكدت أن أحتقر عمله، عبد الله بن عمرو بن العاص، وده أكثر واحد راوي، أكثر الرواة عن رسول الله، لأنه كان حافظا كاتبا. أبو هريرة يقول ذلك، أقول سبق لأنه كان كاتبا، إنما أبو هريرة كان ما شاء الله الممر بتاعته، وهو 3 سنين بس اللي أسمع الرسول، لأنه أسلم في غزوة خيبر. بعد غزوة خيبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم بينتهوا من غزوة خيبر، لأن الرسول الله قسم لهم قسما من غنائم خيبر. قال: فلما مضت 3 ليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله يقول لك 3 مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار، 3 مرات أنت اللي طلعت، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. عجيب شغل الناس دول، عجيب عجيب أهداف هؤلاء الناس. الهدف العظيم عندهم وغايتهم هي كانت الجنة، كانت الجنة. وده اللي كان بيقول الحسن البصري: من نافسك في الدين فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. ليه؟ لأن أنت لو كسبتها هو كسبها هتموت وتسيبها، إنما نافس على الباقي، نافس على الباقي. قال: فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل. ما شفتكش بتشتغل كثير يعني، وبتعمل شغل كثير يعني، فما الذي بلغ بك؟ ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عنك هذا الكلام؟ بالتأكيد أنت رجل مميز. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، اللي أنت شفته ولا أنا بعمله. وهو ركز على أمرين، أنه بيعمل إيه؟ إذا تعارى من الليل ذكر الله حتى يطلع الايه، يبقى بيحافظ على الصلوات ايه في وقتها، يبقى الذكر والمحافظة ايه. وبعدين اشار الى امر ثالث اللي هو لا يقول الا ايه. ماشي، 3 امور، 3 امور. ما هو لا 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 استنى اصبري، دي 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 حديث اخر، ودي في نهايته حديث اخر يعني، او في نهاية الحديث. لكن شوفي، هو ركز اللي شافه، هو اللي هو تابعه وراقبه. فبيقول ان هو اذا تعارى من الليل ذكر الله حتى الفجر، الفجر يبقى بيحافظ على الصلاه في وقتها وفي جماعه. الامر الثالث انه لا يتكلم الا خيرا، وهذه هي بيت القصيد، لا يتكلم الا خيرا، لان الاناء بينضح بما فيه. الالسن دي مغارف القلوب، اللسان مغرفه المعلقه الكبيره، مغرفه القلوب. فاذا كان القلب نقيا يبقى اللي بيطلع بيطلع نقي، إذا كان القلب غير ذلك يبقى اللي بيطلع كلام إيه؟ كلام بيجرح وكلام بيقتل يعني. قال: ما هو إلا ما رأيت، والله إلا هو ده أنا بعمله. فلما وليت، لاحظوا كمان إنه ما عملوش مشكلة وقالوا أنت كذبت عليا، ده بيدل على أمر جديد، هو إحسان الظن بالمسلمين. إحسان الظن بالمسلمين، ما قالوش بقى أنت ضحكت علي وجيت بهنت عندي وعملت، لا لا لم يقل ذلك. قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني، قال ما فقال: ما هو، قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. يبقى المعركة الحقيقية للوصول للجنة هي معركة مع إيه؟ مع النفس. وهي في الحقيقة مش معركة بس مع النفس للوصول للجنة، لا لا لا، ده كمان للسيادة في الأرض، للسيادة في الأرض. اللي بينتصر على نفسه بيبقى على غيره أقدر، إنما اللي بينهزم أمام نفسه بيكون منهزم أمام إيه؟ أمام الأمور الأخرى، أمام الحياة الدنيا وملذاتها وأمورها، إنما ينتصر أولا على نفسه. هذا الحديث، عل هذا الحديث ابن كثير في تفسير سورة الحشر،
قال هذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس، عن رجل عن أنس، عن رجل عن أنس، وقال بعدها والله أعلم. الشيخ الألباني، الإمام الألباني، ضعف هذا الحديث بهذه العلة في ضعيف الترغيب والترهيب. الحديث من حيث المتن صحيح، لكن من حيث السند واحد من التابعين مش معروف، واحد من التابعين. لو قلنا رجل من الصحابة ما فيش مشكلة لأن الصحابة كلهم عدول، لكن من التابعين مش معروف، يبقى فيه علة، الحديث فيه علة، وإن كان الحديث طبعا بيروى ويعمل به. ليه؟ لأنه كله لأن المتن صحيح، لأنه موافق مضامين القرآن ومضامين السنة، بيوافق مضامين القرآن ومضامين السنة. احنا ذكرنا قبل ذلك أن في أحاديث بيذكرها الناس حتى وإن كانت ضعيفة، لكن وجوب العمل بها لأنها بتوافق مضامين القرآن والسنة. زي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا يعني في المنكرات يعني، ومع ذلك وجوب العمل به، وجوب العمل به. احنا ما نعرفش الحديث يعني، هو دول طبعا علماء الحديث اللي يقدروا يحكموا عليه، الحفاظ، ليس علماء الحديث العاديين. احنا ذكرنا قصة البخاري مع الإمام مسلم، البخاري مع الإمام مسلم قال له أنت أستاذ الأستاذين وطبيب أهل الحديث. بسبب إيه؟ بسبب أنه قال له لا، ليس الزبير إنما هو ابن الزبير، سبب واحد، ابن بس. وهذا بيعرف الحفاظ. الآن في سهولة في الأمر ده، في جوامع كثيرة جدا، في جامع الحديث اشتغلوا عليه في مصر، جمعوا فيه 56,000 حديث غير مكرر، غير مكرر، وحديث صحيحة، بس مش هذكر الاسم اللي عمله لأنه رجل مش كويس، قبل ما ينقلب، قبل ما يبقى علي فرايدي، هو واحد ممن اشتغلوا عليه يعني، اشتغلوا عليه شغل كبير جدا جدا يعني. 56,000 حديث صحيح، صحيح. وإحنا قلنا البخاري قال أنا لم أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح وما كتبش منهم إلا 7,000 وشوية بالمكرر يعني. الإنسان يقدر يوصل للحاجات دي إزاي؟ كيف أعرف الأحاديث المعلولة؟ في كتب مؤلفة في العلم، في كتب مؤلفة في العلم، كتاب العلل لابن المديني اللي هو شيخ البخاري مطبوع، كتاب صغير الحجم تكلم فيه على علل الحديث وكيف تستنبط وكيف تعرف، كتاب العلل لابن أبي حاتم هذا كتاب أكبر مطبوع في مجلدين، في أخطاء مطبعية كثيرة، أخطاء مطبعية اللي خرجوا من الورق الذي كتب منه في النقل حصل فيه أخطاء مطبعية كثيرة، ورتبوا على أبواب الفقه، وبيعتمد غالبا في أخذ العلة على أبيه، لأن أباه كان من فرسان المحدثين، يعني من طبقة أحمد بن حنبل،